منذ لحظات يعني انتهت الندوة الصحفية للتنسيقية العامة لاتحاد السادة الجامعيين والباحثين التونسيين، وتم فيها الإعلان على سنة بيضاء وعدم مد الطلبة بالامتحانات نظرا لعدم استجابة وزارة التعليم العالي. شنو قرار سيء وإلا شبح السنة البيضاء يخيم وإلا اتخاذ قرار السنة البيضاء؟ شبح يبدو أنه بدأ مش يولي حقيقة وواقع في ظل عدم استجابة وتفاعل واتهامات مباشر الوزير التعليم العالي سليم خلبوس بكونه إنسان لا يسعى إلى دعم الجامعة الوطنية، لا يسعى للاهتمام بالسادة الجامعيين، بل يسعى إلى خصوصة هذه المؤسسة وهذا القطاع وتفريغه من محتواه الوطني والعمومي. أيوة أي إذا قرروا الأساتذة أنهم يبدو أنهم مش يقرروا حجب الامتحانات وعدم تسليمها للطلبة، وكانوا أشاروا كونوا الطلبة رغم الطلبة أولادهم وهم يتحملوا مسؤوليتهم، لكن يلزم يفهموا الأولياء والطلبة أنه هذه المصلحة للبلاد، مصلحة المستقبل الطلبة اللي باش يجيبوا المستقبل، مصلحة الجامعة الوطنية. معناها حجب أعداد في الثانوي وحجب امتحانات في العالي. بالضبط، هذه أزمة متاع حكومة كاملة، أزمة في قطاع التعليم، أزمة متاع أساتذة مع وزارة مع هيكل لا تنصت إليهم حسب تعبيرهم، خاصة أنه بالحق الشيء الخطير أنه الإجابة تتهم الوزير بالسعي لخصوصة هذا القطاع والتركيز على المؤسسات الخاصة دون المؤسسات العمومية وعدم الاهتمام بالأساتذة الجامعيين.